تكون نصيحة جيدة، وكنتمنى نكون خفيفة على القلوب ديالكم. وكنبغي نشكركم بزاف 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 والله على دوك التعاليق الزويونه اللي كتخليو ليا، وداك كتحفزوني الصراحه بزاف بزاف. كنشكركم، وكنتمنى اللي ما منضماش للنجوى كوكس اختي ديري واحد الاشتراك وديري رنه الجرس، علاش لا. اليوم جايبه لكم فيديو جديد واقتراح جديد بمناسبة ديال الدخول المدرسي. صراحة راه كلشي مرون مع هاد المدرسة. جبت لكم واحد الوصفة اللي سهلة وعملية بالنسبة للوليدات الصغيرين، وحمقوا عليها بالنسبة لدوك الوليدات اللي كيبقاو كونتينيو في المدرسة. واحد الوصفة هي طرطية شمالية، كتجي سهلة وكيحمقوا على الوليدات الصغيرين. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش نشوفوا شنو نحتاجوا لهاد التورتيه. مهمة البنات، انا كناخذ كيلو ديال البطاطا كنقطعو على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا، مكعبات صغيرين. كنحتاج معها ثلاثة ديال البيضات، واحد بصله مشلضه صغيره، والملحه والبزار والكمون والربع، هذا الشيء اللي كنحتاجو. مهم ما كنديرش فيها اكثر من ثلاثه البيضات باش يجي داك لوغو ديال البطاطا باين وما كتجيش ملبسه بداك البيض. مهم البنات، انا غنمشي نقلي الفريت ديالي في الزيت ونرجع معاكم. المهم الفريت على حساب، اللي ما باغيش يقليها في الزيت يقدر يدهنها غير بشويه ديال الزيت ويدخلها للفران. ومهم انا غادي نقليها وانا معاكم. اول حاجه البنات، درت شويه ديال الملح مع البطاطا وغادي نبدا نقلي فيها. خليت الزيت كيسخن وانا غنقلي البطاطا وانا معاكم. المهم البنات، في مقيله درت شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت، غنخلي هذيك البصله ديالي المهم تشحر ليا. ودرت فيها شويه ديال الملح باش ديك البصله تسوس كاع داك الماء اللي فيها باش ما تعذبناش في التورطيه. وكاين اللي كيبغي الصراحه خضراء، انا صراحه ما كنبغيش هكاك كتبقى تغزغز في الفم. من الاحسن كنخليها هكا. المهم غادي نخلي البصله ديالي طيح ليا وتاخذ داك اللون الذهبي عاد اللي فاش نمروا للمراحل الاخرى. مهم البنات، ملي توصلوا البصله لهاد المرحله هكا اللي تاخذ هاد اللون بحال هكا ذهبي، صافي غادي تطفيو عليها. مهم البنات، من بعد ما حطيت هذيك البصله تتبرد غادي نضيف عليها واحد المعلقه ديال الربع قزبر ومعدنوس. غادي نضيفو على الربع، هي صراحه كتبو شويه الربع. غادي ندير البزار والكمون وشويه ديال الملحه. غادي نخلط هادشي كله، غادي نضيف عليه شويه ديال الملون داك الخرقوم، ماشي عواد، هي راه ما كتجيش بهذاك الخرقوم عواد وبالسكينجبير وداكشي، الصراحه ما كتجيش معاه نهائيا. غندير عليها غير شويه ديال الملون، غنضيف عليها دوك ثلاثه البيضات وانا معاكم. هانتوما البنات، درت ثلاثه البيضات، درت شويه ديال داك الملون والبصله اللي ديجا شحرتها والقزبر والمعدنوس وشويه ديال الكمونه وشويه ديال البزار، غير على وديت داك الزفر ديال البيض ديك الكمونه صافي والملحه. المهم غادي غنخلطوا هادشي غنميلونجيوه مزيان باش غادي نضيفوا عليه ديك البطاطا. خاص كلشي يكون بارد، البطاطا بارده وحتى ديك البصله باش ما يطيبش لكم البيض. المهم انا غادي نضيف هذيك البصله عفوا البطاطا اللي عندي، نضيفها بشويه بشويه تتشرب ليا داك البيض. المهم انا غادي نضيفها بشويه بشويه وانا معاكم. هانتوما البنات، كتحصلوا على هاد القوام بحال هكا، ما خاصش البيض يجي بزاف وما خاصش البطاطا تجي بزاف، خاص القوام يجي بحال هكا، حيت شي الا جا البيض بزاف كتحرق هذيك التورطيه. المهم انا البنات غادي نسخن المقله اللي غادي ندير فيها، وغادي نحط غنحط بشويه بشويه. المهم راكم معايا، انا غادي نسخن المقله ديالي وانا معاكم. المهم البنات، في مقيله غتخليوها تسخن، غديروا فيها شويه ديال الزيت، ما ديروش الزيت بزاف. ديروا شويه ديال الزيت، انا صراحه كيعجبني ندير لها هكا. المهم كنشد واحد الكادغ وكنحطها هكا. بحال هكا باش يجيوني
باش يجيوني صغيورين و زعما على قد اليد. المهم انا غادي نشكلها كامله وانا معاكم. المهم البنات نبقاو على هذه الطريقه بحال هكا، نبقاو مره مره هكا نقلبوهم. راح خاصها يطيب ليهم غير داك البيض فيهم وصافي. المهم البنات ملي تبغوا تقلبوهم ديروا شي لعيبه عليها هكا وغادي تقلبوها وتكملوا ليها الطياب من جهه اخرى. المهم انا غادي نكملها في الطياب وانا معاكم. انا رجعت معكم البنات وباخرة الفيديو، كنتمنى نكون خفيف على القلوب ديالكم، وكنتمنى يكون الشرح ديالي مبسط وسهل سهل. هذه هي التورتيه ديال اليوم. صراحه كتجي زوينه 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 بزاف، وكنتمنى تجربوها وتخلوا لي التعاليق الزويونه ديالكم اللي كتخليني فرحانه وكتخليني نهار على نهار كنبغي ندير فيديو. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، خليت لكم الراحه وبسلامه عليكم.